السلام عليكم. موضوع فيديو اليوم، هذا التلفاز من نوع سكاي وورد 43 بوصة سمارت، به مشكل متوقف على اللمبة الحمراء، لا يشتغل عند الضغط على زر التشغيل سواء من ريموت كنترول او من ازرار في التلفاز، يبقى على هذا الوضع. هذا هو شكل الجهاز من الداخل. باختصار، الباور سبلاي يعمل بشكل جيد على مستوى اللوحة الأم، جميع الجهود موجودة بشكل عادي. ربما يكون سبب المشكل خلل في السوفتوير أو خلل في الهاردوير، كمثلا معالج رام أو شيء من هذا القبيل. لكي أحسم الأمر سأقوم باختبار اللوحة الأم عبر منفذ VGA. أوصلت المبرمجة مع اللوحة الأم على هذا الشكل. في هذه المرحلة سوف أستعمل الحاسوب، أخذ برنامج بوتي وأقوم بربطه مع المبرمجة. طريقة الربط لقد تطرقت إليها في فيديو سابقا، ستجدوه في القناة. إذن سأوصل التلفاز بالكهرباء الآن. لاحظوا ماذا اعطاني في واجهة برنامج بيتي، هنا AMMC error، خطأ في فلاش AMMC. بهذه الطريقة نستنتج بأن المعالج سليم، الرام سليم، على مستوى فلاش AMMC موجود خطأ. إما يكون الفلاش تالف أو يكون به خلل على مستوى البرمجيات. إذن سأزيل فلاش AMMC وأحاول قراءته بالمبرمجة. إذن كما تلاحظون المبرمجة لم تتعرف على فلاش AMMC. إذن الفلاش به خلل، وجب استبداله. هذا الفلاش من نوع توشيبا 4 جيجا بايت، سأقوم بتعويضه بواحد آخر. ليس بشرط أن يكون يعني توشيبا، ممكن أن نستعمل ماركات أخرى كسامسونج إلى آخره، المهم أن يكون بنفس السعة 4 جيجا بايت. إذن سأركب هذا من نوع هينكس 4 جيجا بايت. إذن هذا الفلاش فهو شغال. الآن سأقوم بإدخال له نسخة AMMC، هذه هي
الآن تتم عملية الكتابة، سأنتظر لحين أن ينتهي وأرجع لكم أصدقائي. تابعوا. تمت عملية الكتابة بنجاح. الآن سأخذ الفلاش وأركبه في اللوحة الأم. جيد، الآن سأجرب. هذا أول اختبار. لمبة حمراء. سأضغط على زر التشغيل. ها، تحولت إلى أخضر. جيد. إذن موجود اللوجو. رائع.
إذا كما تلاحظون التلفاز شغال الآن جيد. لقد وصلنا إلى نهاية الفيديو، أتمنى أن يفيدكم، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب، اشتركوا في القناة، وإلى الفيديو المقبل، مع السلامة، تحياتي لكم.